أهلا بكم. تظاهر المئات من أبناء محافظة تعز صباح اليوم للمطالبة بوضع حد للانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة، خصوصا بعد أن شهدت اشتباكات بين فصائل مسلحة أسفرت عن مقتل مدني وإصابة مواطنين آخرين. طالب المحتجون في هذه التظاهرة بإلقاء القبض على المتسببين بهذه الجرائم وكذا قتلة المدنيين والعسكريين ومثيري الفوضى في المدينة. نقف أمام هذا الحدث لنناقشه في محورين: إلى متى سيظل مشهد الانفلات الأمني في تعز؟ وهل هناك جدية هذه المرة في التعامل مع المتسببين في خلق هذا الانفلات؟ يعود الحراك المجتمعي في مدينة تعز للمطالبة بوضع حد للفراغ الأمني والعنف الذي تعانيه المدينة منذ فك الحصار عنها بشكل جزئي، وما زالت تلك المطالبات تتركز في تفعيل الأجهزة الأمنية في المحافظة والقبض على المتسببين في خلق الممارسات الخارجة عن إطار القانون والمتسببة بالاختلالات الأمنية. مشاهدينا، سنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش. عاد الحراك المجتمعي في تعز لكن بشكل آخر هذه المرة، فبعد اتساع هوة الاختلال الأمني ومقتل العديد من المدنيين نتيجة لذلك، لم يكن أمام هؤلاء إلا الخروج لرفض الانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة منذ بروز الجماعات المسلحة وسيطرتها على المشهد في تعز. المتظاهرون طالبوا بإلقاء القبض على قتلة المدنيين والعسكريين ومثير الفوضى في المدينة، إضافة للمطالبة بسرعة تثبيت الأمن وإنهاء المظاهر المسلحة. من هنا أتينا لننادي السلطة المحلية إما بتحمل مسؤوليتها أو بالإعلان بأنها غير قادرة على تحمل هذه المسؤولية. نزل أبناء تعز اليوم بشعار واحد، بشعار الإنسانية، بعدم قتل الإنسانية وعدم انتهاك الإنسانية في محافظة تعز، بعدم قتل ثقافة تعز التي ننادي بها منذ القدم. نزلنا هنا بشعار واحد وكيان واحد، هو كيان الإنسانية لتعز. جرائم القتل هذه لم تكن الأولى بحسب المحتجين، فقد سبق ذلك اغتيال العديد من القيادات العسكرية على يد فصائل مسلحة منتشرة في المدينة، ليأتي تزايد عمليات الاغتيال كأبرز التعقيدات التي تواجه مدينة تعز منذ فك الحصار عليها جزئيا. انتشار السلاح بشكل كبير في الشارع إضافة إلى غياب فعالية الأجهزة الأمنية أنتج العديد من المشاكل، وأدى لتنازع الاختصاصات والصلاحيات بين إدارة الأمن ولجان الفصائل المسلحة المختلفة. انتشار الجماعات المسلحة كذلك وعدم التزامها بقرار دمجها مع وحدات الجيش في محافظة تعز أسهم في إعاقة تثبيت الأمن في المحافظة التي طالما عانت من ويلات الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع خلال العامين الماضيين. الفصائل غير المنضبطة أصبحت العنوان الأبرز للتحدي الأمني في المحافظة التي تحتاج لقليل من الاستقرار كي يلتقط الناس أنفاسهم، وكي لا تصبح تعز ضحية مرة أخرى للعنف أيا كان مصدره. إذن لبدء النقاش مشاهدينا سينضم إلينا من تعز وكيل المحافظة سيد عارف جامل. سيد عارف، مساء الخير. مساء الخير وعافية يا أخي العزيز. أهلا بك سيد عارف. يعني دعنا نبدأ معك بالتساؤل حول الأسباب المباشرة في خلق هذا الاختلال الأمني الذي راح ضحيته مدنيين في مدينة تعز، ما هي الأسباب التي تحول دون فرض الأمن في المدينة؟ في الأخير إحنا يجب أن نؤمن أن هناك مشكلة نعم سيد عارف، هل ما زلت معنا؟ نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عارف جامل. مشاهدينا، موضوعنا اليوم يعني يركز حول الانفلات الأمني الذي تعيشه مدينة تعز، نتساءل عن الأسباب. يعني يوم أمس كان يوم دامي في مدينة تعز باشتباكات حدثت بين عناصر يعني مندرجة ضمن إطار المقاومة الشعبية، ولكنها لا ندري، نريد التوضيح أكثر من الاستيضاح أكثر من خلال ضيوفنا. أتمنى أن يكون قد الاتصال جهز بسيد عارف جامل. إذن سينضم إلينا الآن العقيد توفيق عبد الملك، قائد القطاع الأول في اللواء 22 ميكا. مرحبا بك سيادة العقيد. حياك الله أخي الكريم وحي جمهور قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك سيد سيادة العقيد. يعني دعني أبدأ معك بالتساؤل حول ما يحدث في تعز، من يعني لو قلنا من لم يقتله الحوثي تقتله مجموعات مسلحة محسوبة على المقاومة. أخي الكريم، صعب جدا أن نقارن بين ما يحدث في تعز وبين ما يصنعه الحوثي. صحيح ما يحدث في تعز أمر محزن ومقلق،
أن لها نوعا من الانفلات الأمني وضعف وغياب للأجهزة الرسمية لعدم حصول الكاتب من لرى بعض عايز يوجه سلاح والبعض الآخر. لكن أخي الكريم كانت تكون هذه القضية لم تصل بعد إلى أن تصبح ظاهرة، هي حدث مؤلم ومحزن لكنه حدث عابر ومؤقت بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن كيف لا نسميها ظاهرة والأمر قائم منذ 3 أشهر ونسمع بين الفينة والأخرى عن اشتباكات، عن عناصر متمردة، عن قطع للطرقات؟ ما الذي يجري؟ من هي الأطراف التي تقف وراء هذا الانفلات؟ يعني دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها لكي يصبح الجميع يعرف من الذي يقف ويتسبب في هذه الفوضى في المدينة. لا شك أخي الكريم أن هناك بقايا من خلايا الحوثي والمخلوع التي تعمل على تغذية كل الخلافات وكل المشاكل التي يمكن أن تبرز هنا وهناك. تحاول أن تصطاد في المياه العكرة، لكن بالأساس ما يحدث في تعز هو نتيجة أولا لغياب وضعف أجهزة السلطة الرسمية للدولة، نتيجة لتأخر تشكيل الأروية العسكرية من وحدات الجيش والأمن. ما يحدث في تعز هو محاولة بعض فصائل المقاومة القيام بدور الدولة رغم وجود الدولة الذي بدأ يتكون اليوم دون غطاء رسمي من الدولة. هناك البعض من الفصائل المقاومة تعودت جباية الإيرادات، تعودت فض النزاعات، تعودت إنشاء لجان قضائية. بدأت بالصلح الطوعي بين المتخاصمين ثم وصلت إلى فرض الحلول بقوة السلاح. لكن هذه الجماعات يا سيادة العقيد، سيادة العقد، هذه الجماعات هي أسماء محددة، يعني بات الجميع يعرفها. هناك حديث عن غزوان المخلافي وعن أخيه صهيب، هذه الأسماء ألا يستطيع الجيش الوطني إيقافها عند حدها؟ وألا تستطيع بقية فصائل المقاومة إيقاف هذا العبث الحاصل في قلب المدينة؟ أخي لا شك أن غياب، يعني يجب أن تعرف أخي الكريم وأن يعرف الجمهور أننا تعرضنا في اليمن لزلزال حوثي مدمر، دمر كل أركان الدولة، هدم كل مؤسسات الدولة، أصبح هناك خارجون عن القانون، أصبح هناك عصابات ومغلقون للأمن، أصبح هناك من يعتدي على حقوق المواطنين بدون حق. مثل هؤلاء هم موجودون في ظل الدولة وفي غياب الدولة، لكن في غياب الدولة ينتشرون بشكل أكبر. لكن طالما وأصبح لدينا محافظ وإدارة أمن وإدارة بحث جنائي وقيادة محور وأجهزة وألوية أمنية وألوية عسكرية، لا مجال لحل المشاكل الأمنية خارج أجهزة السلطة المحلية. أسباب هذه الاختلافات ومن أسباب هذه الظاهرة الأمنية والانفلات الأمني محاولة البعض أن يقوم بدور السلطة، أن يقوم بدور الأمن، أن يقوم بدور أجهزة الأمن، بل أن يعتدي على أجهزة الأمن نفسها وأن يحتل مقر إدارة أمن محافظة تعز في الشهر الماضي. للأسف الشديد هناك بعض الفصائل لم تعي بعد أن هناك سلطة تشكل وألوية تتكون، وأنه لا مجال اليوم أو غدا من أن يندمج الكل اندماج كامل وشامل في الجيش الوطني لتصبح مؤسسة عسكرية. هناك اندماج حقيقي بدأ اليوم، تشكل في 4 ألوية عسكرية في محافظة تعز. هذه الألوية العسكرية بدأت بترقيم أفراد المقاومة الشعبية، بدأت في الأيام الماضية بصرف رواتب لأفراد المقاومة المندمجين في الجيش الوطني. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، تأخرت كثيرا وبدأت في الأيام الماضية وإلى اليوم لم تستكمل بعد، لكن نحن في طريق استكمالها. سأستكمل معك سيادة العقيد، نتوقف عند النقطة التي تحدثت بها أن غياب الأجهزة، أجهزة الدولة، هي من تسببت بوصول الحال إلى ما هو عليه في تعز. سأستكمل معك من عند هذه النقطة، ولكن دعني أعود لضيفي الآخر وكيل محافظة تعز السيد عارف جامل. مرحبا بك سيد عارف، كنت قد سألتك عن الأسباب التي تقف وراء خلق الاختلال الأمني في مدينة تعز. أهلا وسهلا أخي العزيز، كما وضحنا أن لا نستطيع أن نقول أن هناك مشكلة حقيقية أو اختلال أمني موجود حقيقي، لكن هذه الظاهرة لها مبرراتها. ما هي؟ نحن لا نزال نعيش حالة من الحرب، لا تزال الجبهات مشتعلة، لا يزال الحصار موجود على تعز.
ايضا امكانيه الدعم او التوجه نحو تعزيز دور الامن بشكل صحيح، بحيث تعزيز دور المؤسسات الامنيه المختلفه من اجهزه البحث الجنائي الى باقي الاجهزه الامن المركزيه النجده، كل هذا هذه لم تحظى بالاهتمام او الرعايه او الدعم الكافي لتعزيز دور مؤسسه امنيه حقيقيه تكون موجوده على الواقع. نعم. لكن هذا لا يعني ان هناك كما اوضح الضيف الكريم ان الامور قد يعني النهايه، بالعكس هناك بعض الاحيان اعلام غير مسؤول واعلام غير منضبط. نعم. يعني يخلق اشكاليه تكون اكبر من الاشكاليه نفسها. احنا نعترف ان هناك اختلال امني، ايضا هناك سوء اختيار القيادات الممثله في عده جوانب. المرحله تحتاج الى رجال استثنائيين، الى رجال مرحله حقيقيه في هذه الفتره. مع نعم. هذا كله هناك معالجات كثيره تتم، اكثر القضايا حصلت في تعز منذ فتره طويله تم معالجتها، وايضا هناك توجهات في السلطه المحليه. نحن اعدنا تعزيز دور الدوله، اعدنا اداره المرور، هناك اداره البحث الجنائي موجوده، هناك تفعيل دور المديريات واداره امن المديريات المنتشره باكثر من 11 مديريه المحرره. هناك بعض المكاتب التنفيذيه عملنا على ما كان يحاول بعض ان نعزز دور مؤسسه الدوله بتحصيل الموارد، فتحنا حسابات في البنك. أقصد لابد أن تعود الدولة وإن كانت ضعيفة، وإن كانت بمعنى أن هناك توجه، لكن هو أيضا يخول سيد عارف جامل تعيش أنه لا يوجد مؤسسات. نعم. لا توجد، يعني نبني من الصفر الآن، تبنى مؤسسة الدولة في داخل تعيش من الصفر. كما تعلمون أن عصابة الحوثي يعني والدمر اللي حصل بتعز انتهت حتى المباني حتى المكاتب. الآن إحنا نعيد بناء الدولة ومؤسساتها ومكاتبها من الصفر. نعم. لكن وهذا ايضا بحاجه الى دعم من افراد المقاومه في اسناد او تعزيز وجود الدوله في المدينه، لا يحدث كما حدث العكس من بعض الافراد. يعني ما نسمع عنه في تعز هناك اشتباكات وهناك عمليه تمترس في بعض المباني وقنص للمواطنين من افراد محسوبين على المقاومه الشعبيه وايضا على الجيش. يعني هناك ايضا من يقول ان ثمه تستر، انه من يقوم بهذه الاعمال هم افراد منفلتين، وفي الغالب هؤلاء لم يشاركوا في الجبهه. نعم، ولكن ثمه من يقول هناك تستر، هناك تستر عن بعض الاسماء لارتباطات معينه، ما صحه ذلك؟ لا، انا ساقول لك هناك يفترض يكون هناك توجه. يعني عندما الان تم مساله دمج المقاومه في الجيش، نحن نعلم هذا التوجه، يفترض التوجه هذا ان يمشي بخطوات معينه. الان تم تسليم الرواتب. نعم. يفترض أن تدمج جميع البصائر المقاومة إدماجا حقيقيا وتذوب في الجيش، بعدها يتحمل مسؤولية ما يجري حاليا الألوية العسكرية الموجودة، اللواء 22، اللواء 35، اللواء 170، اللواء 117. والذي جرى سابقا، هناك أنباء تحدثت عن أن عملية الدمج قد تمت سابقا. تمت عملية الدمج، أنه الآن بالنسبة في اتجاه واحد هو بالنسبة للمرتبات، لكن بالنسبة للسلاح الثقيل، إدارة السلاح الثقيل المتواجد، كما تعلمون أن المقاومة الشعبية لم يكن هناك جيش، من قام بالمقاومة هم أفراد المقاومة أبناء تعز جميعا. نعم. هناك تسليح تم لهذه الفصائل وهذه المقاومة موجود تسليح. نعم. هذا يستدعي أن تكون هناك توجهات بالنسبة للتحالف وبالنسبة للسلطة الشرعية، بمعنى أنه تم تحديد نافذة واحدة أن يكون الدعم النافذة واحدة عن التوجه عبر طريق المحور. نعم. وعبر الألوية العسكرية. هذه يجب ايضا هناك تسليح وايجاد تسليح حقيقي لجميع الالوية العسكرية. الان اللواء العسكري ربما لا يوجد معهم دبابة، لا يوجد معهم مدرعات، ربما توجد مع بصائر ولا توجد مع الجيش. نعم. سيد عارف، لو عدنا لموضوع التستر عن بعض الاسماء هي التي تعمل على العبث بالامن في المدينة، ما صحة هذه الانباء؟ لا يوجد هناك تستر، العملية يعني واضحة، العملية مشهودة، ما حصل في تعز وعملية مشهودة، ليست جريمة منظمة ومدبرة في آخر الليل، هنا تتم مواجهات واضحة. نعم. بأفراد وأشخاص معروفين. نعم، لكن هذه أنا أقصد هذا نعم. الزخم الإعلامي والتعاطي مع بعض القضايا يعطي حجم أكبر من الحجم. هو لدحض هذه الأنباء المغلوطة والشائعات، دعنا نوضح للناس ما يدور في الواقع. يعني هناك أنباء تحدثت عن أنه تم القبض، أو أنباء مؤكدة تم القبض عن المدعو صهيب المخلافي، ومن ثم تسليمه لكم شخصيا، وأنكم قمتم بالإفراج عنه وعاد مجددا للعبث في الوضع بالمدينة، ما صح ذلك؟ هذا كلام غير صحيح. كانت هناك مشكلة تمت عندما تم اختطاف، أو أنكم توسطتم في عملية إخراجه؟ طبعا هناك كانت هناك قضية عندما تم اختطاف القاضي رضوان الكواتي،
على إثرها هبة مجاميع كبيرة من كتاب أبو العباس لإخراج القاضي رضوان الكواتي. تفهم الموضوع بحكم مسؤوليتنا كوكيل محافظة داعش، عملنا على إيصال الأخ رضوان الكواتي من يد المختطفين وأوصلناه للأخ أبو العباس، ثم التقينا بالأخ عبد الله العمال اللي كان مكلف رئيس الجمهورية، وتم الجلوس مع الأخ أبو العباس. نعم. وتم الاتفاق على النقاط اللي حصلت سواء كانت متمثلة بما يتم اقتحام الأمن أو كذا. نعم. أو ما يتعلق بالمختطف اللي هو صاحب المخلافي. نعم. اليوم فوجئنا أن هناك قرارات اتخذت مخالفة لقرار اللجنة التي تشكلت. نعم. عملنا مصدر المسؤولية على حرص منا على عدم إزالة فتيل المشكلة وهو صاحب المخلافي. تم أخذ صاحب المخلافي من الأخ أبو العباس بناء على مذكرة رسمية موجهة من الأخ قائد المحور عبر القاضي قاضي المحكمة القاضي لطفي العزي. نعم. وتم إيصاله إلى سجن الدولة بحسب الاتفاق، والاتفاقية موجودة، لم يسلم تسليم شخصي. تمام. ولم يتم إخراجه، وتم إيصاله إلى السجن، وتم إبلاغ الأخ مدير الأمن وإبلاغ رئيس من الذي أخرجه من السجن؟ عبر التهم الموجودة عليه. المفاجئ أنه تم إخراجه. من هي الأطراف التي تقف وراء إخراجه من السجن سيد عارف؟ هذا احنا نحقق الآن، شكل لجنة للتحقيق مع مسؤول السجن الموجود، والأمور بسطتها يعني من وراء إخراج صهيب المخلافي. نعم. يعني ما هو مؤكد أن ليس لكم أي علاقة في عملية التوسط لإخراجه؟ بالضبط، نحن كنا عملية التوسط بحيث من منطلق المسؤولية واستشعار المسؤولية أنه هناك فتيل أزمة ومشكلة لم يتم حلها وهو صاحب المخلافي. والله معتقد أن الأخ أبو العباس نعم كان يطالب جهات الدولة بأن تأتي تستلم بصاحب المخلافي، ولكن للأسف الشديد أن هناك من تخلى عن مسؤولياتهم سواء في الجيش أو الأمن. نعم. اليوم صاحب المخلافي والسجن هو تابع لشكل الأمن، لكن أنا أعتقد أن مغلق الأمن يعيش مرحلة خطيرة تستدعي من السلطة الشرعية ومن أيضا من التحالف أن يدعموا بشكل قوي وجدا لتعزيز نعم. أمن حقيقي مؤسسي موجود في تعز. تعز نعم. لن تعيش إلا في ظل دولة. هذا الطرح هذا الحاضن لتعز كله أو الدولة، ولا يمكن أي فصيل أو حزب أو جهة أو مجموعة أن تتحكم في تعز. نعم. تعز لن تقبل إلا الدولة، وبالتالي الدولة بحاجة إلى مؤسسات ودعم حقيقي، ونبدأ بالمؤسسة الأمنية اللي هي مترهلة سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الإمكانيات. نعم. سيد عارف، يعني بسؤال أخير، يعني اليوم صهيب المخلافي حر طليق، ويوم أمس حدث ما حدث ولا ندري ما الذي سيحدث في القادم، هناك ضحايا، هناك دماء أريقت، ما الذي يعني وإن تم القبض عن هذا الشخص في القادم كيف سيتم التعامل مع الأمر؟ يعني هل ستتم وساطات ويعود لإثارة الفوضى مجددا؟ موجود الآن بتوجيه بعض القيادات الأمنية الموجودة في قيادة المحور بتنسيق مع مدير الأمن، وتوجيه بسرعة الضبط غزوان وصهيب المخلافي، وأيضا هناك توجه من الأخوة القيادة اللواء 20 اللي تم رفع أسماء من شاركوا بهذه العملية الموجودة بالاسم 12 اسم شخص. نعم. الآن يجري التحري ومتابعتهم بالقبض عليهم. نعم. إذا أشكرك جزيلا وكيل محافظة تعز عارف جامل، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الآخر العقيد توفيق عبد الملك قائد القطاع الأول في اللواء 22 ميكا. سيادة العقيد، بصفتك أحد الأسماء العسكرية البارزة في اللواء، برأيك ما هي الأسباب التي تحمي استمرار الانفلات الأمني في مدينة تعز؟ أخي الكريم، كما قلت سابقا أن هناك زلزال حوثي دمر كل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات الجيش والأمن، أجهزة السلطة ضعيفة جدا، السلطات الأمنية لا تستطيع أن تقوم بالدور المطلوب منها في ظل غياب الدعم الكافي من أطقم، من أسلحة، من رشاشات. الأمر الآخر، هناك تأخر في عملية الدمج للمقاومة، تأخرت كثيرا إلى أن وصلنا إلى مرحلة شعرت فيها بعض الجماعات المسلحة وبعض فصائل المقاومة بأنها هي الدولة وبأنها تقوم بدور الدولة، تجبل الإيرادات المختلفة، تفضل النزاعات، تحل مشاكل الناس. نعم. قلت لك سابقا بدأت بالصلح الطوعي بين المتخاصمين ووصلت إلى فرض الحلول بقوة السلاح. نحتاج أخي الكريم من هذه الجماعات ومن هذه الفصائل المسلحة إلى وقف مع النفس. نعم. أكمل سيتوفر. نعم. هناك واقع جديد أخي الكريم بدأ يتشكل، هناك جيش وطني بدأ يضم المقاومة ويوحد جهودها ويضيف عليها إمكانة الدولة. الحال هو هذا الجيش الوطني هو الحال وهو الضرورة لإكمال عملية التحرير وإدارة المناطق المحررة. لابد من كل فصائل المقاومة الشعبية
أن ترفع أيديها عن التدخل في عمل أجهزة السلطة المحلية وإدارات الأمن المختلفة الموجودة في تعز. نعم. لأنه أن تقوم الفصائل المسلحة بعمل الدولة لن يحل المشاكل وإنما ستفاقم الأطراف أخرى. نعم سيادة العقيد، هل ما زلت معنا؟ نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالعقيد توفيق عبد الملك، سنعود الاتصال به مجددا، ولكن سينضم إلينا الآن الصحفي عبد العزيز المجيدي. مرحبا بك سيد عبد العزيز. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك سيد عبد العزيز، أنت صحفي ومقيم في مدينة تعز، هل من الممكن أن تلخص لنا مشهد الانفلات الأمني في هذه المدينة؟ يتوجب البدء بعملية تشخيص ضرورية من زاويتين، أولا بأن هناك حربا اندلعت في اليمن بشكل عام وعلى تعز على وجه الخصوص. نعم. وكانت هذه الحرب بداية أيضا لنهاية متعلقة بوجود أجهزة كانت شبه حكومية، هي أجهزة تابعة لنظام أو منظومة حكم ثبت بأنها كانت لا تمثل الدولة بقدر ما تمثل عصابة امتلكت كل أجهزة الدولة، وهذه الأجهزة انتهت بشكل شبه تام وأصبحت هذه المناطق التي سيطرت عليها المقاومة الشعبية والجيش الوطني هي مناطق تخلو من وجود الأجهزة الحكومية الرسمية، وبالتالي أصبح الجهد والعبء مضاعف على قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إما سواء من خلال المجابهة في الجبهات ومناطق الاشتباكات المباشرة مع الميليشيات. نعم. وتاليا أيضا ما يتعلق بالعبء الأمني بخصوص أيضا تأمين المناطق المحررة في المدينة. نعم. هناك إشكالية كبرى نجمت عن هذه، وكان يفترض أن يكون هناك عملا متزامنا بينما يتم مواجهة الميليشيات في أطراف المدينة من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، كان يفترض ايضا التفكير والبدء بعمليه متزامنه متعلقه باعداد وبناء اجهزه امنيه موازيه تقوم بعمليه تامين هذه المناطق، وبالامكان اللجوء لبعض الافكار البسيطه المتعلقه بمحاوله الاستفاده من الدعم الاجتماعي من خلال الدعوه لتشكيل لجان شعبيه في المناطق والأحياء والحارات مهمتها تأمين هذه المناطق، وهذه إدارة ويجب أن تكون هذه اللجان تطوعية هدفها الأساسي تأمين ظهر المقاومة والجيش الوطني من أي إشكاليات متعلقة بأنشطات جماعات تخريبية أو جماعات جريمة. ونحن ندرك بأن دائما في أي مساحة تفرغ من وجود أجهزة رسمية تنشأ العصابات سيد عبد العزيز وجماعات الجريمة، فما بالك أيضا بوجود خلايا نائمة هي بالضرورة تنشط وتشتغل في مثل هذه الأوقات وتتبعها. نعم. سيد عبد العزيز، يعني هذه الجماعات أيضا التي نتحدث عنها هي جماعات تعتد بأصابع الأيدي، يعني لكن ما نراه أن القيادات الأمنية والعسكرية في مدينة تعز تقف متفرجة على ما يحدث، يعني كان بإمكان الجيش وأيضا فصائل المقاومة هذه الأشخاص الذين يعملون على أو هؤلاء الأشخاص الذين يعملون على العبث في الأمن بالمدينة كانوا قادرين على يعني إيقافهم عند حدهم. بالتأكيد هو هناك أسباب عديدة لهذه المشكلة، وهي بقدر ما هي مشكلة تعكس حالة تراكم لمشكلات كثيرة حصلت خلال الفترات الماضية، هي بنفس القدر أيضا تعكس عدم وجود حس بالمسؤولية لدى القيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، وبنفس الوقت أيضا حتى القيادة السياسية والمدنية. علينا أن ندرك بأن مسألة تأمين المدينة وحمايتها هي مسؤولية متكاملة لجميع المكونات داخل المدينة، وفي ظرف حساس واستثنائي كهذا أنا أعتقد أن هناك طرفا يستطيع أن ينأى بنفسه عن هذا الأمر. المشكلة كما قلت لك أنه كما تعامل رأس السلطة المركزية في الدولة مع فكرة الإنشاء أو البدء ببناء أجهزة أمنية توازي أيضا النشاط الحربي في الميدان لم يحدث. نعم. الأمر في تعز أيضا استمرت الأمور على نفس المنوال السابق، هناك شكل من أشكال الارتجال في تأمين مثل هذا الأمر. الجيش الوطني والمقاومة انشغلت بالجبهات ومناطق الاشتباكات، وبنفس الوقت أيضا كانت هناك مجاميع مسلحة استهوتها فكرة الفراغ الموجود، وبالتالي بدأت
لأنه ليس هناك أيضا سلطة مسؤولة عن تمويل أيضا الناس ومنحهم المال. هناك أشخاص أيضا حتى محسوبين على المقاومة، ربما نشطوا باتجاه تشكيل جماعات مسلحة هدفها أخذ إتاوات من الناس وفي في في أسواق القات وفي مناطق المحلات التجارية وغيرها، وبالتالي كانت المساحات الفارغة تسمح لهذه وتشجع هذه الجماعات. لكن من يتحمل المسؤولية فيما يجري سيد عبد العزيز؟ للأسف بعد تعيين القيادات المفترضة للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، كان يفترض الشروع بشكل مباشر في تكوين هذه الأجهزة وأيضا في إعداد هياكل وتحديد مسؤوليات بحيث يتم إسناد هذه المسؤوليات لهذه البنى والهياكل. سيد عبد العزيز، من يتحمل المسؤولية اليوم؟ نعم، من يتحمل المسؤولية اليوم فيما يجري في مدينة لا تعز؟ أستطيع لا أعتقد أن هناك طرفا بعينه يتحمل المسؤولية. نحن نتحدث عن مسؤولية متضافرة على الجميع. الفراغ الناجم عن مثلا وجود السلطة المحلية يتم ملؤه بارتجال الجماعات المسلحة والفوضى. مثلا العملية الأساسية التي كانت مدار لكل هذه الإشكالات التي تمت وهي منطقة ديلوكس، وهذه المنطقة هي منطقة مزدهرة تجاريا فيها سوقات كثير، وبالتالي كثير من المسلحين ما يحاولون أن يكونوا هم أصحاب الوصاية على هذه المنطقة بحيث يمارسون شكل من أشكال الجنايات على الناس وعلى من يبيعون القهوة في هذه الأسواق، وبالتالي توفر لهم أموال كثيرة. لو كانت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية منعت هذا الأمر بوقت مبكر وأيضا شرعت باتخاذ إجراءات وتدابير تتعلق بسلطات الدولة من حيث بحيث يتم هداية هذه الأموال لمصلحة السلطة المحلية ومن خلال أيضا إجراءات محاسبية وشفافة في هذا الجانب، وبالتالي أعتقد كان سيقطع الطريق عن كثير من هذه الإشكالات. لكن في المجمل هناك إشكالات كبيرة متعددة، هناك أشخاص محسوبون على المقاومة وربما لاحقا وجدوا انفسهم بلا مداخيل فانصرفوا لمثل اعمال هذه البلطجه. وهناك اشخاص متخصصون يبدو في هذا الجانب استغلوا ايضا هذا الفراغ وبداوا بالعمل بهذه الطريقه. ما لم يتم ملء الفراغ من خلال السلطات الرسميه وتحديدا الاجهزه الامنيه والعسكريه وتفعيلها، وايضا يجب اسناد هذا الامر من خلال الحكومه الشرعيه، لان الحكومه الشرعيه يبدو انها فقط تكتفي بكونها مسمى الحكومه الشرعيه لكنها لا تقوم باي واجب متعلق بمساله تزويد السلطه المحليه مثلا بالموازنه المطلوبه لتشغيل هذه الاجهزه. نعم، بنفس الوقت وضحت الصوره سيدي. هناك فراغ فيما يتعلق ايضا بالمسؤوليه المنقعه عادة حتى الناشطين وغيرهم. انت تشاهد المعارك التي تدار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وهذه تساهم بشكل كبير في زياده الفرقه بين الفصائل، وهناك اطراف تمترس خلف اطراف وبالتالي يحدث شكل من الشقاق وبالتالي تزداد المشاكل. نعم، وضحت الصوره سيد عبد العزيز المجيدي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا نعتذر لعدم القدره بالتواصل مجددا بالعقيد توفيق عبد الملك قائد القطاع الأول في اللواء 22 ميكا. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي وكيل محافظة تعز سيد عارف جامل، وأيضا الشكر للصحفي عبد العزيز المجيدي كان معنا من محافظة تعز، وهو أيضا الشكر لعبد توفيق عبد الملك العقيد قائد اللواء الأول قائد القطاع الأول في اللواء 22 ميكا. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.